عن حقوق الإنسان في البحرين يعني يشجعون، ولهذا نبدأ بكلمة سماحة الشيخ المغير سماحة الشيخ محمد علي محفوظ: إن الحرية كرامة من الله وليس مكرمة من أحد. ولهذا بالغ الإسلام كثيرا في تقدير قيمة الإنسان وقيمة الإنسانية، ولكن للأسف الشديد أن الحكام العرب والحكومات الإسلامية المتعاقبة شوهت صورة الإسلام صورة الإنسانية بالنسبة إلى الشعوب العربية والإسلامية، حتى أصبح أن ينظر إلى الدول الإسلامية أنها دول متخلفة ليس هي كشعوب، إنما أنظمتها وحكامها أجبروا أن توصم هذه الشعوب الشعوب المتخلفة لتقدير قيمة الإنسانية. كل الأنظمة والحكومات تقاس بمدى احترامها لحقوق الإنسان، يقاس تقدم أو تخلف هذه الدول بمدى احترامها لمبادئ حقوق الإنسان. البحرين منذ انسحاب البريطانيين في السبعينات لم تشهد إلا الحلول الأمنية، حتى الحقب المتعاقبة للحلول أو لمخارج من الأزمات كانت دائما تحت وقع البندقية وتحت وقع السلاح أو السجون. حتى الميثاق الوطني في عام 2000 كان داخل السجون، والآن يراد لأي حل أن يقام تحت السجون وتحت المساومات وتحت الترهيب وتحت المساومات السياسية. نحن هنا نتحدث عن حقوق الإنسان في هذا اليوم 10 ديسمبر، نقول أن لا توجد للسلطة خيارات. المتحدث الرسمي باسم الدولة هو وزارة الداخلية، كل يوم لا توجد عقلية تتحدث إلى الإعلام إلا وزارة الداخلية، هنالك بيانات يومية لوزارة الداخلية أو متحدث رسمي وزارة الداخلية. هذه هي عقلية هذا النظام الذي هو يتحكم في مفاصل الحياة، تغييب العقلية وتغييب الرشد وتقديم منطق القوة ومنطق إرهاب الدولة. لذلك نرى أن حتى سباقات الفورمولا 1 في البحرين لم تكن إلا نتيجة إلغائها إلا للانتهاكات الشديدة التي أقدمت السلطة على إرهاب المواطنين وعلى تحويل البلد إلى عسكرة في كل مفاصله. ولذلك المسؤول عن تخلف هذا البلد اقتصاديا ورياضيا وجميع الأصعدة هو هي الدولة. هناك الكثير من الكفاءات وهي متواجدة هنا، والكثير من الكفاءات في السجون، والكثير قد غيبهم الموت. هناك الأطباء والرياضيون والصحفيون والمشايخ والعلماء، أكثر من 40 عالم داخل السجون. كل هذه الكفاءات غيبها إرهاب الدولة، غيبها العقلية التي تتحكم بهذا البلد. الأطباء الشرفاء، كان لنا بيان في شهر 3 جمعية العمل الإسلامي أننا نكرمهم، أنهم سبب نهضتنا، أنهم من تحملوا المسؤولية في الدفاع عنا ودفاع عن قيم هذا المواطن البحريني، ولكن الدولة بدل أن تكرمهم وبدل أن تقدرهم يعني خلتهم في السجون وما بين المحاكم، كل يوم ما بين المحاكم وبين السجون، وشوهت سمعتهم. وهذه ليست تشويه سمعتهم، إنما هم مقدرين لدينا ويرتفعون سموا وعلوا إن شاء الله. وكذلك الرياضيون وكذلك الصحفيون، هذا دليل أن البلد أن هناك صراع بين شعب وبين حكومة، بين سلطة وبين الشعب. ولهذا الحكومة لم تختر السياسيين، إنما كان خصمها الرياضيين والأطباء وجميع فئات المجتمع البحريني. ولذلك لم يكن خصمها خصم واحد، في السابق كان خصمها السياسيون أو الرموز السياسية، ولكن هذه المرة وبغباء وسعت الدائرة وخلت يعني ووضعت جميع فئات الشعب البحريني تحت قوتها. الرموز الآن المغيبون ومن بينهم أمين عام جمعية الوعد الأستاذ إبراهيم شريف وسماحة الشيخ المحفوظ وجميع الرموز البقية كانوا ضحية لآرائهم السياسية، والآن هم مغيبون عنا وكانوا المفروض يحضرون. وأنا لم أتقدم بكلمتي لو كان الشيخ المحفوظ موجودا أو لو كان الأستاذ إبراهيم موجودا. وهذه الثورة، ثورة البحرين، أثبتت أنها أكثر ثورة موثقة، الثورة الموثقة والتي انتصرت الكاميرا
والبلاك بيري والايفون انتصر على جميع اعلام وجميع اعلام الدوله وجميع تسييف اعلام الدوله والاعلام الذي خلف الدوله، الاعلام العربي السيء المجير، الاعلام الدول العربيه الدول الخليجيه الذي لم يستطع ان يقنع ولا اي طرف من الاطراف في دول العالم، لاننا كنا بالمرصاد للتوثيق. هذه الثوره موثقه، كنا لا نحتاج الى لجان دوليه، لجان بسيوني، لجان بسيوني لجنه التوثيق الملكيه التي رفضناها جمله وتفصيلا، والتي حتى في عام 2001 2002 في مقتل الشهيد الشافوري او ما قبله كنا نطالب بلجنه محامده. نحن لا نشك في مصداقيه هؤلاء الرجال. اللجنه الوطنيه لهم تاريخهم، لهم ترشيحهم، لهم سي في طويل، ولكن نحن نتكلم عن الحياديه، لا توجد حياديه في هذه اللجنه. دقيقه واحده اوجز لكم ان منهجيه هذه اللجنه في البند الثالث منهجيه اللجنه افردت عده مفاصل، ومن ضمن المفاصل افردت حالات الوفاه والموقفين والسنه، ولم تخرج يعني نحن لسنا طرفين. اللجنه اثبتت انها ليست تدخلات خارجيه، ولكن اثبتت انها ثوره طائفيه. شكرا.